اهلا وسهلا بحضراتكم اليوم في حلقه جديده، حلقه دسمه ان شاء الله هتعجب حضراتكم. النهارده عندنا مواضيع مهمه جدا، وهنبتديها بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي عنده مواجهه صعبه ومواجهه مهمه مع شباب بوليسداد يوم الجمعه القادم ان شاء الله. الملعب هيكون في برج العرب. المباراه هتكون ان شاء الله الساعه 6 بتوقيت القاهره، وان شاء الله كل انتظار جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه والمرتقبه والصعبه. النادي الأهلي الحمد لله بفضل الله متصدر مجموعته، قدر يفوز على مدياما الغاني في أول مواجهة في دور المجموعات 3-0، والمباراة السابقة كانت أمام يانج أفريكانز انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقدر يحصد النادي الأهلي أول 4 نقاط ويتصدر مجموعته. أداء النادي الأهلي في المجمل في الماتشين أداء مقنع، أداء مميز. مباراة على ملعبك قدرت تفوز بيها بعرض رائع وبنتيجة رائعة 3-0. المباراة الثانية كلنا كجماهير للنادي الأهلي زعلنا شوية، زعلنا إن كانت المباراة في المتناول نقدر ناخد 3 نقاط فيهم. لكن خلي بالكم يانج أفريكانز مش الفرقة السهلة، أنت بتتكلم عن فرقة كبيرة، فرقة بطل الدوري التنزاني، بتتكلم عن فرقة لعبت السنة اللي فاتت نهائي الكونفدرالية، فإذا النهاردة أنت كانت مواجهة أمام فريق مصنف، لكن النادي الأهلي في الشوط الأول أتيحت فرصتين، وفي الشوط الثاني كان فيه فرص كتيرة، وقدر النادي الأهلي يفوز أو يتقدم بهدف، وقدر يانج أفريكانز يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة. لكن مؤشر أداء النادي الأهلي في تصاعد، مستر كولر أدار مباراة كبيرة. علشان كده عايز دور جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية دور مهم جدا. النهاردة النادي الأهلي وهو بيلعب أمام فريق كبير في أفريقيا وبتقدر تاخد 4 نقاط، بتلاقي نغمة إحباط ونغمة تقطيع في الجهاز الفني وفي اللاعبين. أنت النهاردة وأنت بتلعب بطولة الدوري العام عندك مباراة مؤجلة، لو كسبتها أنت أول مسابقة الدوري. في دوري ابطال افريقيا وانت البطل السنه اللي فاتت، وانت السنه دي ما شاء الله لعبت امام بطل اثيوبيا كسبت الماتشين في المباراه في دور المجموعات، كسبت اول مباراه وتعادلت المباراه الثانيه. ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه القادم، وانا بقول من دلوقتي لعيبه النادي الاهلي شباب بوليسداد على ملعبنا مش هيكون الفريق السهل. احنا عارفين كلنا مواجهات شمال افريقيا خاصه فرق الجزائر بتلاقي فيه استبسال، بتلاقي في دفاعات قوية، في روح عالية، في جري كتير. علشان كده لازم لاعبي النادي الأهلي يجهزوا نفسهم من دلوقتي للمباراة المهمة، لا بديل عن الـ3 نقاط في هذه المباراة، علشان بعد كده إن شاء الله توصل للنقطة 7 يبقى بروفة قوية قبل كأس العالم للأندية الفترة اللي جاية، يبقى عندك نوع من الأريحية شوية. السنة اللي فاتت في دور المجموعات كانت البداية متعثرة وكانت بداية صعبة أمام الهلال السوداني هناك لما خسرنا، ورجعنا صن داونز على ملعبنا في ملعب السلام اتعادلنا ودخلنا في حسابات يعني ما كانتش لذيذة. لكن في النهاية الأهلي كعادته في المواقف الصعبة بيكون البطل. علشان كده الحمد لله فضل الله عندنا أريحية في المجموعة في البداية، لكن المباراة اللي جاية مباراة مهمة جدا، عندنا فترة استعداد وراحة كويسة من السبت للجمعة، فترة يقدر الجهاز الفني بقيادة مستر كولر يعد اللاعبين استعداد بدني وفني إن شاء الله علشان نوصل لأفضل حالة لينا في مباراة الجمعة. المباراة دي هتكون المباراة أو البروفة الأخيرة قبل كأس العالم للأندية، البطولة المنتظرة لجماهير النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت سمعنا وشفنا وقرينا قائمة النادي الأهلي، أنا ما يهمنيش مين اللي موجود في القائمة، ان انا عندي كل لاعبي النادي الاهلي كلهم نجوم وكلهم ابطال. ايا كان مين الاسم اللي اتحط في قائمه كاس العالم للانديه كلنا معاه وكلنا في ظهره وكلنا مساندين ليه، وهي دي الرؤيه الفنيه لمستر كولر دلوقتي. علشان كده ما يهمنيش مين اللي موجود في التشكيله او في القائمه او مين اللي بره، زي ما اقول لحضراتكم كل لاعبي النادي الاهلي الحراس واحنا شايفينهم هم بيعملوا احماء كلهم على مستوى واحد. محمد الشناوي، مصطفى شوبير بيلعب كانه موجود وفورمه، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، كل اللاعبين. علشان كده كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي خلال مباراه
اللي جايه، وزي ما مستر كولر بيقول اهم مباراه عندي هي اللي جايه، واحنا اهم مباراه بالنسبه لنا هي اللي جايه. شباب بوليزاد احنا لسه ما فتحناش موضوع كاس العالم للانديه، وهنلاعب اتحاد جده ولا اوكلاند سيتي ايا كان مين المنافس اللي هنقابله، لكن عندنا المباراه اللي جايه هي المباراه المهمه، وهو ده تركيزنا. ارقام النادي الاهلي في دور المجموعات ارقام مميزه، لما تشوف النادي الاهلي في اول مواجهه احرز 3 اهداف قدام ديما، واحرز هدف قدام يانج افريكانز 4 اهداف، متصدر او متساوي مع شباب بوليزداد، ودخل مرماك هدف، ارقام جيده، ارقام نقدر نبني عليها. ويا لاعبي النادي الاهلي ويا جهازنا الفني المحترم، اقفلوا ودانكم دايما، ركزوا في الملعب وما تسمعوش بره، ان الفتره اللي جايه هتسمعوا ناس عايزه توقعكم وناس عايزه تقطع فيكم كتير، لكن تركيزنا دايما منصب على النادي الاهلي. النهارده كان في مواجهه مهمه جدا في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. 2008 عندنا فريق 2008، فريق ما شاء الله فريق محترم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي.